السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سلسلة. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس. في الحلقة العاشرة سوف نتعلم أوامر جديدة. في هذه الحلقة سوف نتعلم فقط أوامر جديدة والباقي الأوامر معادة. سوف نقوم بعمل أبديت. أولا نقوم بالدخول إلى الروت سودو سيون انتر، وثم ندخل الباسورد. هذا قمنا بإدخال الباسورد، كما تشاهدون أصبحنا روت، وهذه العلامة التي تدل على الروت. نقوم بعمل نلاحظ بكتابة سودو، نقوم بكتابة apt ثم سلاش get، نقوم بتحديث النظام. الآن ننتظر إلى أن يقوم بالتنزيل التحديث، وينصح بالتحديث المدة الزمنية للتحديث كلما يمر أسبوع أو 7 أيام تقوم في تحديث النظام من update وupgrade. الآن سوف نوقف الفيديو إلى أن يكمل التحديث. الآن بعد أن قمنا بإتمام عملية الأبديت أو تحديث النظام، نعود إلى الأمر في السهم الأعلى المتواجد في لوحة المفاتيح، ونقوم بكتابة أبجريد. أولا نقوم بعمل كلير، ثم الآن APD، نقوم بكتابة أبجريد ونقر عليه، وننتظر الأمر إلى أن يقوم بإتمامه. نقوم بالنقر يس أو واي وننتظر إلى أن يقوم. سوف نوقف الفيديو ونعود لكم عن قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم في الفيديو. كما تشاهدون هذه الحزم، قمنا بإتمام عملية الأبجريد للنظام والتطبيقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم في الفيديو. بعد أن قمنا بإتمام عملية الأبجريد، كما نشاهد هنا هذا السطر، سطر إلى هنا يقول لنا الحزم التي قمنا بتثبيتها أو البرامج التي قمنا بتثبيتها، منها أوداسيتي التي قمنا بتثبيتها في الحلقة 9، قمنا بتثبيتها وتثبيت جميع الحزم والاعتماد عليها. بعد أن قمنا بحذف البرنامج، هنا الحزم الأخرى بقت متواجدة ولم تحذف مع البرنامج، أي الحزم كاملة لم تحذف مع البرنامج، فيتطلب منها استخدام سودو APT أوتورينج كما تشاهدون ليقوم بمسح هذه الحزم أو الاعتماد عليها. نقوم بكتابة APT هنا APT-Get Auto Remove، الآن بعد أن قمنا بكتابة APT-Get Auto Remove نقوم بالنقر على Enter. الآن كما تشاهدون يقوم بالحذف الحزم أو الاعتماد المتبقية والتي لا حجة لنا الآن. نقوم بالنقر على Y ليقوم بإتمام العملية الحذف. كما تشاهدون Audacity هذا هو هنا. الآن يقوم بحذفهم. الآن قام بإتمام العملية. نقوم بعمل Upgrade مرة أخرى لنتأكد. نعود إلى apt-get-upgrade ونقر عليه. الآن نذهب إلى الأعلى. كما تشاهدون الآن ليس لدينا هنا حزم متبقي.